ويلا نشوف الشرح البسيط ده. اول حاجه هنعملها مع حضراتكم هنروح نفتح المتجر وهنزل التطبيق ده، وبعد ما بننزل التطبيق هنروح نفتح التطبيق وهنسجل كمستخدم جديد اول اختيار اما بالرقم او بالايميل. بالنسبه لي كتبت الايميل وعملت نيكست واخترت يوزر نيم وكتبت رقم سري، وبنروح نفتح الجيميل بتاعنا علشان ناكد الايميل اللي احنا كتبناه. وبعد ما سجلت في التطبيق دي مهمه التطبيق، هنروح نفتح متصفح اي متصفح عندنا وهنكتب الكلمه دي وهنفتح اول موقع. وبمجرد ان احنا بنفتح اول موقع هنختار اول اختيار وهنسجل يعني بالتسجيل اللي احنا سجلناه في التطبيق. هضغط على اكسبت، هتفتح معانا واجهه الموقع بالشكل ده. هضغط على الثلاث نقاط من فوق وبعدين هنزل تحت اي حاجه فيها نيو هدخل فيها. مثال هدخل على النيو اللي اخرها 53، هضغط على علامه الزائد من تحت هتحول على الاستوديو، هجيب الصوره بالشكل ده وهعمل ارسال. وبمجرد ان الصوره بتروح هنا في المكان ده هنضغط على الصوره وهناخدها مشاركه، هضغط على علامه الشير وبعدين نسخ وبعدين هعمل رجوع. هنا في المكان بتاع الارسال هجيب الشرطه المايله وبعدين حرف الاي وبعدين هتظهر معايا قائمه من فوق، هختار ايمج وبعدين هروح اعمل لاسك للصوره اللي احنا خدناها كوبي من شويه، هعمل مسافه وهروح بقى نجيب الشخصيه اللي احنا عايزينها. كل دي شخصيات متاحه، فايكنج، كرتون، انمي، اي شخصيه تخطر في بال حضرتك. على سبيل المثال هحدد كده كرتون وبعد الصوره هعمل هنا لاسك وبعدين مسافه وبعدين هنجيب الكود ده. الكود عباره عن شرطتين في 4 شرطتين اي ار 2 نقطتين 3 شرطه. هبتدي اخد الكود ده وبعدين هروح اعمله لاسك بعد الشخصيه اللي انا اخترتها بالشكل ده. طيب اول مره في الارسال هختار بس الكل عشان اقول لحضرتك، اول مره في الارسال هتظهر معايا كلمه اكسبت، هضغط على كلمه اكسبت دي اول مره بس. انا علشان عملت صور هعمل ارسال وفي ثواني هنا الصوره هتظهر معايا. هنا بيكون مكتوب الاسم بتاعي، هنا اليوزر نيم بتاعي، ولازم انتظر لما الصوره تكتمل معايا 100%. في ثواني هلاقي الصوره ظهرت معانا وهنشوفها دلوقتي مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين الصوره اكتملت معايا ل 62% 78%، يعني ما اسحبش الصوره او ما انزلهاش عندي غير لما تكتمل معايا 100%. بفتح الصوره بالشكل ده وبقدر انزلها من فوق. وللتوضيح من باب الامانه في الشرح، الموقع حريمي ورجالي، يعني الصور بتكون للعام للكل.